النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من نزل منزلا، أي منزل، سواء في بحر أو في بر أو في كهف أو في غابة أو في بستان، پیغمبر ما عليه الصلاة والسلام تبجا كي جان إنسان بي دركي دا فرق ناقا بي كدري دا بي بابعري بي با خونيكا كي تكب هندري مالكي بي بخشا كي دا فرق ناقا. فقال گري بيجا: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يعني ألتجئ وأعتصم. گري وان كلمة بيجا أو كلمة جي معناوي أبا أز قدرتي و سنماي با رب عالمي دغازم، من كل ذي شر من المخلوقات، سواء من الجن أو من الإنس أو من الدواب الحيوانات. و رب عالمي باي في دعي رويا إش هر تشتي خايكة إش جناجي إش شيطاناجي إش تبيزيا ويو دقربي. ما هي النتيجة؟ نتيجة فيا چيه؟ لا يضره شيء، زرارك تشتك نادا بيادا حتى يرحل من منزله ذلك، حتى يعني يغادر هذا المكان، حتى اجوي مكاني دور كبا. فهذا دعاء عظيم، ابا دعاك زحمزنا. ينبغي للمسلم ان يقول هذا الدعاء في اي مكان ينزل فيه. سو يجي مسلمانك تشا كدريجي قري هر زمان في دعاء بيجي.